نرحب بكم مع المنصة الجديدة لشركة IG. في منصة التداول الجديدة سترى أن الصفقات المفتوحة، الأوامر وقوائم الأسواق المفضلة لديك الموجودة على المنصة القديمة قد تم نقلها لمساحة عمل ضمن المنصة الجديدة. يتم العثور على سوق التداول خلال لحظات. اختر نوع السوق من القائمة الموجودة على اليسار وستظهر الأصول الأكثر تداولاً على رأس القائمة. بإمكانك التحكم للحصول على نتائج بحث أفضل، أو أدخل اسم السوق الذي تريد مباشرة في مساحة البحث. انقر على اسم السوق وسيظهر الرسم البياني مع بطاقة التداول جنباً إلى جنب. للتداول على العقود الآجلة اختر من قائمة الإسدال. من المستحسن إضافة السوق إلى مساحة العمل الخاصة بك إذا كنت تتداول عليه بشكل منتظم. بإمكانك إعادة الضبط والتحكم في حجم النوافذ للحصول على أفضل تصميم من وجهة نظرك. بإمكانك إعادة تصميم شكل المنصة بالكامل. سيتم حفظ جميع التصاميم تلقائياً للمرة القادمة التي تسجل الدخول فيها إلى المنصة. عدد النقرات المطلوبة لفتح صفقة تداول أصبح أقل من أي وقت مضى. افتح بطاقة تداول وسترى أسعار البيع والشراء الحية بسعر السوق. أدخل حجم الصفقة مع التأكد بأنه يتوافق مع الحد الأدنى المطلوب لهذا السوق. سيتفعل زر افتح الصفقة. ستجد الهامش المطلوب لفتح الصفقة في أسفل البطاقة، بالإضافة إلى مقدار التعرض للمخاطرة في حال كان لديك صفقة أخرى مفتوحة في نفس السوق. يتوجب عليك إدارة المخاطر عند التداول باستخدام الرافعة المالية من خلال إضافة أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح. يغلق أمر وقف الخسارة الصفقة إذا تحرك سعر السوق بعكس اتجاه صفقتك بمقدار معين، ويغلق أمر جني الأرباح صفقتك إذا تحرك السوق مع اتجاه صفقتك ووصل إلى سعر أفضل من السعر الحالي. سترى المسافة الدنيا للأوامر عند سعر السوق الحالي، كما يمكنك اختيار نوع وقف الخسارة من بين عدة أنواع. في حال كنت راضياً، انقر على زر افتح الصفقة للتأكيد، وسيظهر المركز المفتوح على الرسم البياني. كما يمكنك جعل فتح الصفقة أكثر سرعة من خلال التداول بنقرة واحدة، والذي يتيح لك فتح الصفقة بمجرد النقر على زر البيع أو الشراء ضمن السوق. باستخدامك لميزة الإعدادات الجديدة ستدخل إعدادات الصفقة المفضلة وستتذكر المنصة هذه الإعدادات في المرة القادمة. يمكنك أيضا التداول على المنصة بالشكل الداكن أو الفاتح لها. يمكنك فتح نافذة الأوامر للاطلاع على الأوامر المفتوحة، ومن هنا بإمكانك تعديل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح أو إغلاق الصفقات. عند إغلاق الصفقة سيتم تحديث بيانات حسابك في حال تحقيق أرباح أو خسائر. يمكنك إضافة نافذة الأوامر لمساحة العمل التي قمت بتصميمها بنفسك. قمنا بتصميم رسوماتنا البيانية باستخدام أحدث تقنيات HTML5. تتميز هذه الرسوم بسرعة ظهورها واستجابتها أكثر، وتزويدك بتحكم مطلق على أي صفقة تفتحها. انقر على السوق للاطلاع على بطاقة الصفقة ورسم البياني جنبا إلى جنب. انقر على الصفقة لتعديل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح أو لإزالتهما بالكامل. يمكنك تقسيم الرسم البياني إلى 4 أقسام والاطلاع على عدة إطارات زمنية بنفس الوقت، أو يمكنك النقر بالزر الأيمن للفأرة لإضافة مؤشرات ورسومات على المخطط. سيكون في متناولك أيضا أحدث الأخبار من رويترز للأنباء. يمكنك الاطلاع على إشارات تداول من مزودين الإشارة خارج المنصة إلى جانب الرسم البياني. بإمكانك نسخ بيانات الإشارة مباشرة لفتح الصفقة بنقرة واحدة. سيساعدك موجز تويتر من ضمن المنصة على التفاعل مع الأخبار عند وقوعها، ولكن انقر على الأيقونة لإخفائها من العرض. تمكنك المنصة من فتح وأغلاق الصفقات بسرعة مباشرة من قائمة الأسواق المفضلة. أضف قائمة الأسواق المفضلة لمساحة العمل الخاصة بك لسهولة الوصول إليها. انقر بالزر الأيمن للفأرة على أي سوق لإضافته لقائمة الأسواق المفضلة
لفتح الرسم البياني أو بطاقة التداول، أو افتح برنامج ProReal Time للتحليل الفني المتقدم. بإمكانك الدخول على برنامج ProReal Time من الرسم البياني أو من قائمة الأسواق، أو عن طريق تسجيل الدخول على الحساب واختيار منصة ProReal Time. تذكر، يتوجب أن تقوم بتفعيل منصة ProReal Time من خانة MyIG أولاً. إذا كنت تحتاج للمساعدة، انقر على هذه الأيقونة، وبإمكانك تسجيل الخروج من المنصة من هنا.